الجيم والكونكتد تيشو واخر حاجه البلاد. نرجع بسرعه ان احنا نعمل كده وبعدين البلاد سيل في الاخر هنعرف نوع البلاد سيل. شايفين الصوره دي؟ اول حاجه بنشاوروا على مين؟ الليبل ستراكشر ايه؟ نوع من الابيثيليوم النيوكليا بتاعته فلاتند موجوده في وان لير. يبقى ده واحد من السمبل ابيثيليوم. وان لير يعني سمبل. والنيوكليس فلاتند يبقى سمبل سكويمس ابيثيليوم. المفروض السمبل سكويمس ابيثيليوم ده ابيثيليوم سيل بيبقى موجود في الاماكن اللي عايزه يعمل مثلا ايه؟ ده كده فلتريشن اوف يورين في البومنز كبسول بتاع الكيدي. الاقيها كمان في الالفيولاي بتاعت اللن عشان يعمل اكستشينج اوف جازز. طيب الاقيها كمان في البلاد فيسل او برضه ده سمبل سكويمس ابيثيليوم اللي سميناه ما تقولش سمبل سكويمس تقول ادام في البلاد اندوثيليوم. في البلاد فيسل اسمه اندوثيليوم فده برضه سمبل سكويمس ابيثيليوم اللي بيدي سموث سيرفس عشان يمنع الكواجيليشن بتاعت البلاد. الاقيه كمان فين؟ السؤال اللي جانا الميزوثيليوم. لما اقول البريتونيوم، لما اقول البلورا، لما اقول البريكارديوم هو برضه سمبل سكويمس ابيثيليوم. بس في الحاله دي اقول ايه؟ ولا اقول اندوثيليوم ولا اقول سمبل سكويمس ابيثيليوم، اقول ميزوثيليوم. النوع الثاني من السمبل ابيثيليوم احنا عارفين ان انا ما بعرفش الخليه بشكلها كده، ما فيش سن برين باين. لكن بتعرف عليها بشكل النيوكليس بتاعتها. فلما لقيتها فلاتند نيوكلياي قلت ده سمبل سكويمس. لما الاقيها راوندد سنترال نيوكلياي يبقى ده مين؟ يبقى سمبل كيوبويد. يبقى برضو اللي انا قدامي النيوكلياي في وان لير يبقى سمبل. وراوندد بدل ما كانت فلاتند بقت راوندد يبقى ده ايه؟ سمبل كيوبويد ابيثيليوم. من فين الاماكن بتاعته؟ في التبيولز بتاعت الكدني وفي الفوليكل بتاعت الثايرويد جلاند. لو انا في الثايرويد جلاند هو هنا بيعمل ايه؟ له ايه الفانكشن بتاعته؟ بيعمل ايون اكسشينج ده في الكبد. لكن هنا يعمل ايه؟ بيعمل سكريشن. طب بيصنع بيه؟ هو اللي بيصنع التي اس 3 والتي 4 الهرمونز بتاعت الثايرويد جلاند. فهنا وظيفته سكريشن. النوع الثالث برضه وان لاير من السيلز يبقى سمبل. بس النيوكليا هنا اوفال بيزال نيوكليس اهي. اوفال بيزال نيوكلياي يبقى ده ايه؟ سمبل كولامنر ابيثيليوم. السمبل كولامنر ابيثيليوم في منه نوع سيليتد ونون سيليتد. هنا مفيش عليها حاجه اهي، مفيش سيليال يبقى ده نون سيليتد. النون سيليتد موجود في الانتستن سمول انتستن، موجود كمان في الجول بلادر. لكن السيليتد كولامنر ابيثيليوم موجود فين؟ في الفلوبيان تيوب، في الاوفيدكت اللي هي في اليوترس، فين كمان؟ في البروكيولز بتاعت المرض. خلاص يبقى ده سمبل كولام. بعد كده عندنا برضو نوع من الابيثيليوم سمبل. هو سمبل قلنا ان السيلز تبقى موجوده في وان لير وموجوده كلها على بيزمنت برين واحد، صح؟ بس هنا النيوكليا بدات تبان لك ايه؟ واحده تحت، واحده تحت وواحده عاليه شويه عشان عماله تطلع وتنزل. ليه؟ لان الخليه بقت اوفر كراودد. هو كان في الحقيقه سمبل كولام بس لما تتزحم الخلايا جدا مع بعضها خلتها تبان كانها ايه؟ سودو استراتيفايد كولامنر. وبصوا كده النوع ده اللي عليه سيليان يبقى سيليتد. السودو استراتيفايد كولامنر سيليتد احنا اتفقنا ان هو ملوش حته ثانيه غير الريسبيراتوري سيستم، فهو ريسبيراتوري ابيثيليوم. ماشي؟ يبقى سودو استراتيفايد كولامنر سيليتد هو ريسبيراتوري ابيثيليوم وده كونفايند للريسبيراتوري سيستم. هو موجود في النوز واللاركس والتراكية والتو مين برونكات. تمام. اما النوع بقى منه النون سيليتد موجود في المين جينيتال سيستم. احنا كده غيرنا على نوع تاني خالص من الكفرنج. برضو احنا كل ده في انواع الكفرنج ابيثيليوم. الكفرنج ابيثيليوم قلنا اكوردنج للنمبر اوف لير في سيمبل ودول في الانواع اللي احنا قلناها. وفي ستراتيفايد. الستراتيفايد ده بعمل له كلاسيفيكيشن اكوردنج ايه؟ وده السؤال اهو اللي جالنا. اكوردنج للموست سوبرفيشال لير، اكوردنج للير الاخيره الفري سيل لير. لو لقيتها فلاتند يبقى ده ستراتيفايد سكويمس، لو لقيتها راوندد يبقى ستراتيفايد كيوبويدر او كولامنر
او اخر واحد اللي هو الترانزيشنال اكسيليا. ده انواع الاستراتيفايد اكسيليا. والكلاسيفيكيشن هنا معتمده على الموست سوبرفيشال ليف، اخر طبقه باينه ازاي. اول نوع هو استراتيفايد سكويرز. قلت لك اول ما تسمع استراتيفايد اكسيليا يبقى ده الاكسيليا بتاع البروتكشن، ماشي؟ ولما احب ازود البروتكشن كمان وكمان احط عليه كراتين، يبقى كراتينايز ستراتيفايد سكويموس انسيليا. ده اللي بتاع اللي بيستحمل اللي موجود على السيرفس من بره، هو السكن اللي يستحملك طول النهار عمال تعمل فريكشن فيه، خلاص؟ يبقى هو ده الابسيليا من بتاع البروتكشن اللي بيتحمل الفريكشن. ستراتيفايد سكويموس ايه كمان؟ كراتينايز ابسيليا اللي هو السكن، ماشي؟ عموما ستراتيفايد ابسيليا، والمخصوص كمان الاستراتيفايد سكويموس ده الابسيليم بتاع البروتكشن، موجود في الاسوفيجاس عشان يستحمل الفريكشن بتاعه الاكل بتاعتنا، موجوده في الفاجينا عشان يستحمل فيتس يعدي منها وما يحصلش حاجه، موجود في الانر كمان عشان يستحمل الفريكشن، موجود في السكين بقى وعليه الكراتين عشان بقى ده اللي يستحمل اكتر حاجه. خلاص؟ تقول ايه؟ وفي الانر كمان، ما انا قلت في الانر كمان وفي الفاجينا وفي الاسوفيجس وفي الكورنيا طول النهار عمالين نفتح ونغمض ونفتح عينينا، وده كل ده فريكشن من الاي ليد عليها، لازم يكون بيستحمل. اللي انت شايفه ده، شوفوا اخر لحد الاخر النيوكليان موجوده في السيلز لحد اخر حاجه، لكن لما يعمل كده ويظهر لك لاير ثانيه مفيش نيوكليان بعد ما الاستراتيفايد سكويموس خلص، تلاقي كده عليك طبقه من الكيراتين، يبقى ده كيراتينايز ستراتيفايد سكويمز، والاولاني نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويمز. ادي كمان واحده كيراتينايز ستراتيفايد سكويمز. قلت لكم الكيراتينايز ستراتيفايد سكويمز ده السكين، بس انا جايبه لكم صورتين اشمعنى؟ عشان السكين نوعين، نوع السيك سكين ونوع السن. السيك سكين هي اللي تعرفوا بيها الطبقه دي، شوف تخن ايه؟ شوف التخن ده قد ايه؟ كيراتين قد ايه؟ لكن السن سكين اهو الليرز رفيعه، الكراتين حبه صغيرين، لكن هم الاثنين سكين، خلاص؟ بعد كده في الترانزيشنال ابيسيليوم. قلنا الابيسيليوم في اي مكان عمرنا ما سمعنا ان بيغير شكله. الابيسيليوم في اي حته هو الابيسيليوم زي ما يتخلق لغايه الاخر، لكن الترانزيشنال ده اللي بيغير شكله. البلادر وهي فول بلادر غير وهي امتي بلادر. الامتي بلادر اللي هي كلهم 10 لير، لكن في الفول بلادر بتوصل 2 ل 3. وقلنا الادابتيشن بتاعتها ازاي تحول نفسها او تغير شكلها، اول حاجه سن فيري سن كورجيتد بيزمنت ممبرين. الحاجه الثانيه الخلايا شايفين بعيده النيوكليا عن بعضها، معناها ان في فراغات ديت مليانه بانتر سيلولار سبستنس، اباندنت انتر سيلولار سبستنس. بعد كده اليورين اللي هنا بيعمل اريتيشن، ما بيعملش فريكشن. هو اليورين حاجه بتحط فيه في البلدر ده بيعمل اريتيشن عشان هو فيه توكسيك سبستنس. اللي اختار السؤال وقال ان البلدر البروتكشن يبقى ترانزيشنال ابيسيليوم، اللي بتحمل الفريكشن يقول الترانزيشنال ابيسيليوم. هو انا بعمل فريكشن لليورين البلدر؟ بعمل لها اريتيشن باليورين اللي ستورد فيها، لكن فريكشن ده لازم يكون سيرفس قدامك في احتكاك عليه، في احتكاك بتحك عليه، بتلبس هدوم وتقلع هدوم، حد يحطك بتتخبط في حاجه، دي كله اسمه فريكشن. انما اللي جوه ده دي اريتيشن، عند البلادر فيه ستورج لليورين وهو فيه توكسيك سبستنس فبيعمل لها اريتيشن. عشان كده ايه حاجه؟ الحاجه الثالثه ان السيلز اللي فوق دي اللي احنا سميناها الدوشر سيل، الممبرين بتاعها بيحصل له سيكننج عشان يعمل بروتكشن للبيسيليوم. ادي الثلاث حاجات اللي البلادر بتعملها عشان الادابتيشن للفانكشن بتاعتها. خلاص؟ بعد كده رحنا للنوع الثاني من الابسيليوم، الجلاندولار ابسيليوم. وقلنا الجلاندولار ابسيليوم يا ترى الجلاند دي هتطلع سكريشن، يمشي في دكت يبقى دي اكزوكراين جلاند. لو طلعت سكريشن مشى دايركت على البلاد يبقى اندوكراين. وفي نوع من الجلاند فيها حاجتين مع بعض. احنا كلامنا على الاكزوكراين، لان الاندوكراين ده بقول لكم موديول لوحده كده هتاخد الاندوكراين جلاند على بعضها. لكن احنا بنتكلمهم على الاكزوكراين جلاند اللي بتطلع سكريشن يمشي في دكت. لو عملنا للجلاند دي كلاسيفيكيشن، اول واحد اول كلاسيفيكيشن اكوردنج
احنا في الكفرنج بنسلم اكوردنج للنمبر اوف ايه سيلير، لكن هنا اكوردنج للنمبر اوف سيلز. يا ترى هي سيل واحده وبتشتغل جلال ولا مالتي سيلر؟ سيل واحده دي ما فيش غير واحده بس دوبلت سيل، انما المالتي سيلر كل الجلاند اللي بعد كده مالتي سيل. لو انا قلت الدوبلت سيل هي عباره عن قلنا سيل فلاسك شيب اهي، النيوكليس بتاعتها تحت في البيزر بارت بتاعت السيل، والابيكال بارت بتاعتها مليانه بمين؟ بحاجه البين اللي انت شايفها الفراغات الباكيوليت ديت هو الميوكس سكريشن. الجوبلت سيل يوني سيلر جلاند اكزوكراين جلاند بتطلع بالمود المود اوف سكريشن ميروكراين. ميروكراين يعني ايه؟ يعني الخليه تطلع السكريشن من غير ما يحصل لها اي حاجه، من غير ما يحصل ديستراكشن. لكن لو الحته منها وقعت ايبيكال بارت وقع في ايبوكراين ودي الماماري جلاند، لو كلها اتكسرت عشان تطلع هولوكراين وديسبيشيوس جلاند. طب خلاص كده اكوردنج للمود، طب اكوردنج للنيتشر اوف سكريشن. السكريشن ده نوعه ايه يا ترى؟ سيرس ميه ولا ميوكس ولا ميكسد ولا ده ولا ده سبيشال تايب؟ هنا ميوكس سكريشن بتطلع ميوكس سكريشن بالميروكراين مود، هي يونيسيلر جلاند اكزوكراين جلاند. فين بقى كل ده؟ انا ما جبتهوش، جبتهولك غلط. قلت لك فين الاماكن، اكتر اماكن تلاقيها فيها فين؟ في الريسبيراتوري سيستم وفي اللارج انتستين، صح؟ ادي كمان شكل الجوبلت سيل. الجوبلت سيل انا جبتها لك بقى كمان مره لما قلت لك انذر كلاسيفيكيشن للجلاند، قلت اكوردنج للشيب اوف سكريتوري يونت. الحته اللي هتطلع منها السكريشن شكلها ايه؟ يا ترى هي تيوبيول اهي، دي التيوبيولز طويله كده تيوب جنب بعضها تيوبيولز، ولا كور الفيولاي زي السبيشال جراند اللي هنشوفوها دلوقتي، ولا الحاجتين مع بعض تيوبيولز والفيولاي؟ فانا جبت لك كمان اكزامبل، يبقى جبت لك الكوبلت سيل اكزامبل يوني سيلر جلاند، وجبت لك التيوبولر جلاند بتاعت اللارج انتستن اكزامبل لمين؟ جلاند شكلها تيوبيولز. وقلت لك التيوبيوز دي كمان معاها كل الصغير ده، الصغيرين دول كلهم جوبلت سيل جواها كمان، يعني دول كانهم نوعين من الجلاند في وقت واحد. جوبلت سيل يوني سيلر جلاند واللارج انتستن اللي هي سيمبل تيوبلر جلاند. الكلاسيفيكيشن الاخيره بقى اكوردنج للبرانشنج اوف داكت سيستم. قلت لك سيمبل جلاند يعني داكت واحده وسكريتوري بارت واحده. لما اقول سيمبل برانشد يبقى دكت واحده والسكريتوري بارت هي اللي برانش. لما نقول دي كومباوند جلاند يعني الاثنين برانش، مش كده؟ ادي كمان واحده قلنا من المشاهير وجبناها وقلنا لك، قلت لك دي تعرفها لازم. ليه؟ لان انت بعد كده هتبقى عارف دي هتحتك بيها في عيانينك بعد كده. يجي لك عيان وشه مليان حبوب اكل حب الشباب. قلت لك حب الشباب ده عباره عن باثولوجي فين؟ في السبيشيوس جلاند. السبيشيوس جلاند دي عباره عن جلاند دايما موجوده، شوفوا اهي جنب الهير فوليكل اللي انت شايفه ده الكيراتين، شوفوا كيراتين وستراتيفايد سكويماس كيراتينايز يعني سكين. السكين ده فيه هير، وادي الشفت بتاعت الهير فوليكل داخله لجوه. جنب الشفت بتاعت الهير فوليكل اهي الجلاند ده، شايفين شكلها؟ الفيولاي كور جنب بعضها. هي سيمبل الفيولار جلاند مالتي سيلولار اكزوكراين، ماشي؟ سيمبل الفيولار جلاند يعني ضغط واحده والسكريتوري بارت بتاعتها الفيولار. بتطلع سكريشن اويلي سكريشن. سبيشال تايب اوف سكريشن احنا قلنا اويلي اللي هو اسمه سيبم. سبيشال جلاند بتطلع سيبم اللي هو اويلي سكريشن. الزيت اللي عمال يعمل لك مويسترنج للسكين وللهير بتاعك، خلاص تلاقي انت ما بتحطيش حاجه في شعرك وتلاقي كده على طول فيه لان فيه زيت طالع منه. لو السبيشيوس جلاند بتاعتك كتيره وعماله تطلع كانك حاطه فعلا وانت ما كنتش حاطه حاجه. السكين بتاعنا ده لو ما كناش السبيشيوس جلاند عماله تطلع اويل سكريشن كده يعمل مويسترنج، تلاقي جسمك ده دراي والجلد يشقق منك ويبقى فظيع، خلاص؟ يبقى هي بتطلع اويل سكريشن بأي مود؟ بالهولوكراين مود، إن هي تتكسر كلها، وأدي الدليل أهو، شوف
دليل عليه، تبص تلاقي كده في خلايا ما فيهاش نيوكليس والبول بتاعتها متستراكتد اهي، تلاقيها فاضيه كده ومتكسره وما فيش فيها نيوكليوم، وهي بهتانه شايفين اللي جنبها بهتانين علشان ده اويلي يعني فات. واحنا عارفين لو انا عندي فات، بصوا لو عندي فات، لو عندي جلايكوجين، لو عندي ميوكس، كل دول لما اسبخ بالاتش ام دي يدوبوا ويسيبوا مكانهم فاضي، فعشان كده تبان السيل بيت، تبان بين اوفاكيوليتد. ادي السبيشال كده. بعد كده اخذنا انواع السبيشال تايب اوف ابيسينيا، عباره عن خلايا ابيسينيال ان نيتشر، لكن ولا لها كفرنج ولا لها جلاندولار فانكشن، ده لها حاجه ثانيه مخصوصه، فقلنا دولت سبيشال تايب اوف ابيسينيا. نوع من انهم اللي لهم سنسوري فانكشن، سنسوري يعني نرف، فقلنا ده نيورو ابيسينيال، خلايا ابيسينيال بس بتشتغل كانها نرف سيل. النوع الثاني بصوا خلايا ابيسينيال ان نيتشر لكن بتطلع الجيرم سيل، جيرم الابيسينيال هي اللي بتطلع الاوفا والسبيرم. النوع الثالث مايو، مايو يعني مصل، ده زي المصل يعني، هي اشمعنى هي المصل بتعمل ايه؟ قالوا بيعمل كونتراكشن، وهي دي بتعمل كونتراكشن يبقى هي مايو ابيسينيال. اول واحده اهي التست بات اللي موجوده في الطنج ده، كده شكل التست بات اللي موجوده في الطنج. فين كمان الاماكن بتاعه النيورو ابيسينيال؟ في النوز وفي الايد وفي الاي، كل دول السبيشال سنس اورجان، الاورجان بتاعه السبيشال سنسيشن، بتاعه السمن، بتاعه التيست سنسيشن، بتاعه الهيرنج، بتاعه الفيجن، كل دول نيورو ابيسينيال. احنا جبنا لك بس اكزامبل واحد اهو، التيست بود اللي موجوده في الطنج، ماشي؟ الحاجه الثانيه جيرم من الابيسينيال، ده التستس وده الجيرم اللي بيقولوا كده، اللي وظيفته الريبرودكشن، مين؟ جيرم من الابيسينيال، اللي وظيفته الكونتراكشن، مين؟ مايو ابيسينيال، اللي وظيفته سنسيشن، نيورو ابيسينيال، اللي وظيفته البروتكشن، ستراتيفايد ابيسينيال، اللي وظيفته الابزوربشن، السمبل كولامنر اللي في الانتستن، مش كده كل دول وظائف بتاعتنا بتاعت الايه؟ بتاعت الابيسينيال. بعد كده خدنا ايتم تاني اللي هو قلنا ايه؟ البولاريتي بتاعت السيل ممبرين، ماشي. الموديفيكيشن اللي بتحصل في السيل ممبرين، قلت لك في ايبيكال موديفيكيشن ولاترال وبيزل موديفيكيشن. الايبيكال موديفيكيشن كان قصدها ان حاجات تحصل من السيل ممبرين اللي في الايبيكال بارت بتاعت السيل عشان يزود السيرفس اريا. خلاص؟ كانت واحدة اسمها المايكروفيلاي، واحدة اسمها السيليا، واحدة اسمها ستيريوسيليا. واحدة قصيرة واثنين طوال. القصيرة هي المايكروفيلاي. المايكروفيلاي نون اوتايل ما بتتحركش، لكن شوفوا جواها هي عبارة عن الممبرين طالع عامل فور. وجواه الكور بتاعه فيه اكتين فيلمنت. الاكتين فيلمنت دي في اي حتة وظيفتها تعمل كونتراكشن. كونتراكشن لما المايكروفيلاي الاكتين فيلمنت اللي جواها تعمل كده كونتراكشن، يعني تعمل ايه؟ شورتنينج للمايكروفيلاي عشان تبعدها عن بعضها وتسهل الابزوربشن، صح؟ انما بقى الاثنين التانيين ستيريو سيليا وسيليا، الاثنين طوال، واحده مطايل السيليا، واحده نان مطايل ستيريو سيليا، واحده جواها مايكرو تيبيول وديت السيليا، واحده جواها اكتين فيلمنت اللي هي ستيريو سيليا. انا بقى دلوقتي جايبه لك واحده طويله خلاص، ولما قطعتها لقيتها كده. السؤال اللي جه في الامتحان السيليا الاورجن بتاعتها جايه منين؟ من السنتروزوم. السنتروزوم عباره عن مايكرو تيبيول 9 في 3 27 مايكرو تيبيول ارينجد از 9 تريبلت، ده البيزل بارت بتاعت السيليا. بعد كده تطلع لفوق تبقى الشافت بتاعت السيليا، ال 9 في 3 بقت 9 في 2 زائد 2، 9 في 2 كده 18 و2 في النص سنجل يبقوا ادي 20 مايكرو تيبيول، صح كده؟ مش ده السؤال؟ كان حاجه معضله، ده كان حاجه صعبه. اخر حاجه اللاترال موديفيكيشن، واللاترال موديفيكيشن قلت لك
بين خلايا وخلايا انتر سيلولار سبيس في من 20 ل 30 نانومتر. ماشي؟ لو التو التو ميمبرين حصل لهم ايه؟ كومبليت سيلينج، سيلينج يعني لحموا مع بعض، ما بقاش في فراغ خالص. لحموا جامد والسبيس اوبليتريتد كومبليتلي والممبرين حصل لهم كومبليت سيلينج، يبقى ده اوكلودنج او تايت جنكشن. ماشي؟ طب لو الممبرين بقى مش معملوش كده، ده بس قربوا شويه من بعض. وانت والانتجرال ممبرين بروتين جت في النص اهي طلعت لبره، الانتجرال بروتين دول لهم ايه يا جماعه؟ بصوا لهم، بنقول لهم سيتوبلازميك دومين ولهم اكسترا سيلر دومين. الاكسترا سيلر دومين ده الحته اللي طالعه منهم بره الخليه لحمت مع بعضها في الانتر سيلر سبيس اهي. طب بصوا في الانتر في السيتوبلازميك بقى سيرفس، لو مسكت مع الاكتين فيلمنت او تمسك مع الانترميديت فيلمنت، اللي كمان ماسكه مع الانترميديت فيلمنت في معاها بصوا ايه؟ دنس بليك، تعمل كده حته تقيله ناشفه يمسك فيها الانترميديت فيلمنت. اللي عملت كده دي اسمها البلازموزوم، او الاسم الثاني بص الاسم الاولاني كان اسمه كلودنج او تايت جنكشن، ده اسمه ادهيرنج جنكشن. في نقطه واحده ماكينا ادهيرنس اللي هي اسمها الثاني بندلعوها بلازموزوم. انما لو مسكت في اكتر من نقطه عملت لك زون، عملت لك جردل حزام، يبقى زونيولا ادهيرنس. الزونيولا ادهيرنس هي اللي بتمسك مع اكتين فيلمنت، لكن الماكيولا ادهيرنس اللي هي البلازموزوم هي اللي بتمسك مع انترميديات فيلمنت. نقوله كده البلازموزوم ماسك مع مين؟ مع انترميديات ولا اكتين فيلمنت ولا مايكرو تيبيول ولا ايه؟ ماسكه مع انترميديات فيلمنت. طب بص قلت لك اللي انا بقوله ده بين خليه وخليه بنقوله انتر سيلولار جنكشن. ماشي. طب لو حصل بقى بين الخليه وبين الاندر لاين كونكتيف تيشو يبقى هيمي دوزموزوم، اهو نص اللي حصل هنا حصل هنا بس والباقي ما حصلش، يبقى ده هيمي دوزموزوم. يبقى الهيمي دوزموزوم عباره عن ايه؟ جنكشن بتوين السيل والاندر لاين كونكتيف تيشو اللي تحت ده. ماشي؟ ده الالكترون مايكروسكوبيك بيكتشر بتاعت مين بقى؟ قلت لك شوف اهي دنس بليك ماسك فيها انترميديت فيلمنت، يبقى الدنس بليك ديت تقول ان ده ديزموزوم. وطبعا ديت حاجه صوره جايه من الجلد، الجلد ده والسكين فيه طبقات كتيره منهم لاير اسمها استراتا من سباينوزا، الخلايا ماسكه مع بعضها بايه؟ بديزموزوم. وانا مش عارفه مين اللي قال لكم في باثولوجي ولا في ايه اللي قال لكم في حاجه جيناتك ديفكت للديزموزوم اللي موجود ده يخلي العيل الصغير او العيان ده يحصل ايه؟ يتجمع في الاول في الحته دي، وغالبا العيان ده بيموت اصلا. خلاص؟ فانا ده عندي ده شكل الديزموزوم وانا مكبراه ايه عشان اوريها لك. عرفتها بمين؟ عرفتها بالحته الدنس بليك وادي الفيلمنت اللي ماسكه فيها الكرومزوم اللي هنا. ايه انترميديت فيلمنت وادي الدنس بليك اللي احنا بنقولوا عليها اللي موجوده في الديزموزوم مع الديزموزوم. الحاجه الثانيه بقى هناخد الكونكتيف تيشو. قلت لك هتعرف ان انت في كونكتيف تيشو لما تلاقي ثلاث حاجات، ايه هم؟ فايبرز وسيلز وجراوند سابستنس. الجراوند سابستنس جلوكوز امينو جلايكانز، او لو معانا بروتين يبقى بروتو جلايكانز. شوفوا الاسم اهي، سكر وبروتين، سكر اهو جلوكوز امينو، جلوكوز امينو جلايكانز وجلايكو بروتينز، يعني سكر ومعاه بروتينز. وظيفه ايه؟ هتبقى وظيفتها ايه؟ نيوتريشن، وبتعمل بارير يمنع السبريد بتاع الايه؟ البكتيريا. خلاص؟ ادي وظيفتها، وعرفنا تركيبه الجرام سابس. الحاجه الثانيه الكونكتيف تيشو فايبرز، قلنا في كولاجين فايبر وريتيكولار فايبر والاستيك فايبر. ماشي. الريتيكولار ما هوش نوع، ده تايب 3 كولاجين فايبر. هو تايب 3 كولاجين فايبر هو اللي بيعمل نتورك عشان يعمل سبورت للسيل، هو اللي ما بيتسبخش بالاتش ان دي لكن بيتسبخ بالسيلفر ستين. خلاص؟
بارتيكولر فايل. نيجي بقى للاثنين التانيين، كل جين ده قلت لك 20 نوع، انا عايزاك تعرف منهم اربعه خمسه بس هم المشهورين، هم الموست كومن تايب. مين؟ تايب 1 كل جين فايبر اللي بيمشي في باندل، والباندل بالنيكد اي للوايت كلر، فهو الوايت فايبر هو اللي بتحمل الاسترتش، هو اللي موجود في التندن والليجامنت والمصر تشد عليه يستحملها، يبقى هو اللي بتحمل التنسايل استرتش. خلاص؟ ادي كل جين تايب 1. مكانه فين؟ في التندن والليجامنت. ادي كده الكل جين بالالكترون مايكروسكوب وبيبان كانه استرياتد، في حته فاتحه وحته غامقه. وده سببه ايه؟ ان في اوفرلاب. كل جين فايبر جواها وحده اصغر منها في التكوين فايبرين. الفايبرين دي بيحصل لها اوفرلاب تقوم تدي لك الاسترايشن دي. خلاص؟ ادي الاي ام باللايت مايكروسكوب الكولاجين فايبر تايب 1، مش كل الكولاجين فايبر تايب 1 بتعمل باندل اهي. الباندل ديت الفايبرز اللي جواها نوت برانشنج، لكن الباندل نفسها هي اللي بتيجي في حتت وتتفتح وتعمل برانشنج. يبقى الاندفيدوال فايبر نوت برانشنج، لكن الباندل هي اللي برانشنج. بالنيكد اي في الفريش ستيت لونها ايه؟ وايت ان كلر، فعشان كده بيسموها وايت فايبر، هي اللي بتحمل التنسايل ستريتش وهي اللي موجوده في التندن والليجامنت. تايب 2 كولاجين فايبر فين؟ في الكارتلج. هتاخدوا الكارتلج تعرفوا ان الهايلاين كارتلج في تايب 2 كولاجين فايبر وموجود كمان في البون. تايب 3 كولاجين فايبر هي الريتيكولار فايبر، هي اللي بتتسبب بالسيلفر وعامله نتورك وبتبقى موجوده في الهايلي سيلر اورجان عشان تعمل سبورت للسيلز. تايب 4 قلت لك كده سؤال من الاسئله، قلت لك اللي موجود في البيتا لامينا مين؟ تايب 4 كولاجين فايبر. تايب 4 كولاجين فايبر ده اللي موجود في البيتا لامينا. هي ايه البيتا لامينا؟ هي البيتا بارت بتاعت السن المبين بتاعت السن، وتحت منها الحته اللي تحتها من الكونكتيف تيشو تحتها. عباره عن الحته اللي تحتها دي مين؟ عباره عن جلايكوبروتين مصنعاه الخلايا اللي فوقيه الابيثيليال سيلز والكونكتيف تيشو اللي تحتيه. وبيربطهم ويعملهم مع بعض تايب 4 كولاجين فايبر. يبقى اللي موجود في البيزا اللي منها هو تايب 4 كولاجين فايبر. خلاص؟ ادي كولاجين فايبر، تعالوا بقى نشوف الكونكتيف تيشو سيلز. قلنا عن انواع الكونكتيف تيشو سيلز انواع كتيره، في منهم مجموعه فيكسد ما تطلعش ابدا من الكونكتيف تيشو، وفي نوع تاني عمال يطلع ويدخل فري سيل. يبقى الفيكسد سيل والفري سيل. الفيكسد اللي ما بيطلعوش خالص مين؟ اندفرنشيتد ديزكايتا سيل، المذر سيل اللي بتتحول للاذر تايب، في فايبروبلاست اللي بتصنع الفايبرز وبتصنع الجرام سبستنس، ولما تعجز الفايبروبلاست اهي دي الفايبروبلاست، لما تعجز الفايبروبلاست تبقى فايبروسايت اللي بتبقى صغيره في الحجم، لها دارك نيوكليس ودارك سيتوبلازم وان اكتف ما بتعملش حاجه قاعده. مين كمان من الفيكسد سيل؟ بيجمنت سيل وفات سيل، كل دول خلايا فيكسد للكونكتيف تيشو. لكن في مجموعه ثانيه تيجي من بره من البلاد تدخل وترجع تطلع وهكذا، عشان كده سميناها فري سيل. مين دول؟ الماكروفاج اللي جايه من المونوسايت، البلازما سيل اللي جايه من الاكتيفيتد بي لينفوسايت، الماست سيل اللي جايه من البول مارو وتمشي في السيركوليشن وتدخل التيشو وتطلع وتعمل اللي هي عايزاه. كل دول اسمهم ايه؟ فري سيل. والوايت بلاد سيلز النيتروفيلز والبقيه الوايت بلاد سيلز برضه داخلين طالعين، يبقى دول فري سيلز. لكن الفيكسد هم اندفرنشيتد، هم الفايبروبلاست والفايبروسايت، هم الفات سيل. خلاص كل دول فيكسد، البيجمنت سيل دول كلهم فيكسد سيل الكونكتيف تيشو. بعد كده خدنا الاي ام بيكتشر بتاعت الفايبروبلاست والفايبروسايت اهي. فايبروسايت صغيره وما فيهاش اورجانيك وحواليها فاضي لانها ما بتشتغلش، لكن الفايبروبلاست شايفين لارج سيل مليانه اورجانيل ولها اكتف نيوكليس وحواليها شايفين كولاجين فايبر وجراوند سبستنس هي مصنعاها. ف
هي اللي بتصنع الجرام سابستنس، وهي اللي بتصنع الفايبر. هي بروتين سكريتنج سيل، فيها نيومرس اورجانيل بتاعت البروتين سكريشن. لكن اللي ان اكتف سيل هي الفايبروسايت. بعد كده خدنا خلايا تانية، قلنا الخلايا التانية ديت لها حاجات محدش ينساها، هي راوند الشيب. لو انا بسبخها بالاتش ان دي تطلع فيها بيز وفيلك جرانولز، يعني لونها فايت. لكن الخليه دي فيها استامين وهيبارين. الهيبارين صلفيت لما اسبخه بالكلودين بلو يغير البلو ويخليه ريد، فقلنا بتعمل ميتا كروماتيك ستاين. هي اللي بتصنع او هي اللي بتفرز استامين وهيبارين. مين دي؟ هي الماست سيل. يبقى الماست سيل راوند ان شيب بتاع سنترال نيوكليس، وبالاتش ان دي لها بيزوفيليك سايتو جرانيولز. البيزوفيليك جرانيولز دي لو صبغتها بالتلودين بلو، تلودين بلو تروح مديها اللون الريد او البيربل، وعشان كده سميناها ميتا كروماتيك ستيننج. هي اللي وظيفتها ايه؟ بتعمل سكريشن الهيستامين والهيبارين. بعد كده ادي كمان الماست سيل بالالكترون مايكروسكوب، وهي مليانه جرانولز لها سنترال نيوكليس، ومليانه جرانولز اللي بتصنع بيها اللي بتطلع هيستامين وهيبرين. بعد كده الفات سيل. الفات سيل قلنا خليه اللي بتعمل بتخزن، بتعمل ستورج للفات. الفات ده هيتخزن فينا يا ترى على شكل سنجل لارج جلوبيول اوف فات، ولا هيتخزن على شكل مالتيبل سمول جلوبيولز. اللي بتخزن على شكل سنجل لارج جلوبيول، الجلوبيول الفات دي بتعمل بوشنج من النيوكليس تخليها على البريفري وتخليها فلاتد، وتخلي الخليه سيجنت رينج ابيرنس. مين ده؟ اليوني لوكيلر فات سيل. خلاص؟ لكن الثانيه بقى اللي فيها سمول جلوبيولز ما بتقدرش تزق النيوكليس، لا النيوكليس بتاعتها في النص. ولقينا الخليه ديت مليانه بيجمنت ومليانه ميتوكوندريا وحواليها ميني بلاد فيسلز. الحاجات دي مع بعضها خلتها ايه؟ خلتها تبان براون، فقلنا ده براون فات. انما اليوني نيوكلر اللي انت شايفها قدامك ديت اللي فيها سنجل لارج جلوبيول اوف فات، دي سميناها يوني نيوكلر ماشي. سميناها وايت او يلو فات ماشي، لكن التانية بقى براون فات. البراون فات موجود في الانفنت، في النك وفي الشولدر والباك وحوالين الاورجن. كل ما نكبر يبقى ريبليس البراون فات، يتحول الى مين؟ الى اليلو فات، الى الوايت فات، او اللي احنا بنسموه مين؟ سب كوتينيوس تيشو. وظيفة السب كوتينيوس تيشو اللي انا قلت لك عليها مين؟ بروتكشن. بروتكشن ماشي، بتدي لك الشيب ديت في ميل ديستريبيوشن وده ميل ديستريبيوشن. بتعمل ايه؟ شوك ابزوربشن، تخبطه يستحمل عشان الفات اللي جواه، مش كده؟ وفي الاخر يدي لك انرجي عشان بيخزن الفات. مش دي الوظائف بتاعته؟ اي حاجه غير كده لا، يبقى مش وظيفته. ادي الاي ام بيكتشر بتاعت الفات سيل اللي فيها سنجل لارج جلوبيول اوف فات، ولها فلات النيوكليس على البريفري. خلية بقى قلت لك الخلية دي فاجوسيتك فانكشن. تشوف أي حاجة فورين تعمل لها فاجوسيتوزس. فرحنا مستغلين الوظيفة دي وقلنا نحقنوها بفايتال ستين. الفايتال ستين دي حاجة هتشوفها هي إن هي حاجة فورين. هتروح واخداها. مين دي؟ الماكروفيج. الماكروفيج جاية منين؟ من البلاد مونوسايتس. خلية واحدة من الوايت بلاد سيلز اسمها المونوسايت، بتمشي فيو اورز في السيركيليشن، وبقية الوقت بتاعها اللايف سبان بتعيش في التيشو، بتتحول إلى إيه؟ إلى تيشو ماكروفيج. التيشو ماكروفيج لسه جاية ومتحولة من المونوسايت اسمها ريزيدنت ماكروفيج. مشت ساعة ما تلاقي أي حاجة انفكشن تمشي وتروح لها إليسيتد، تشتغل وتعمل فاجوسايتوزس، يبقى اكتيفيتد مايكروفيج. ادي انواع. بسبخها بالفايتال ستين زي ما انتم شايفين كده، وقلت لك فايتال ستين يعني انا اجيب الانيمال وهو ليفنج. انا العادي ان انا باخد
الانيمال باخد التيشو بتاعته بعد ما يموت واعمل لها بروسيسنج عشان اعمل لك السلايد واسبخها في الاخر. انما لو انا دلوقتي جبت الانيمال وهو لسه عايش وحقنته بالفيتال ستيل اللي هي عباره عن تريبان، اللي عايز يعرف برضه تريبان بلو او حاجه اسمها انديان انك، حب لا حب لا تريبان بلو، احقنهم واسيبها تمشي شويه في السيركيليشن، هتروح الماكروفاج شايفاها واخداها عاملها فاجوسايتوز زي ما انت شايف كده. اقدر دلوقتي اشوف الماكروفاج خلاص. الماكروفاج قلت لك بالالكترون مايكروسكوب علشان ما تتعبش نفسك. اي فاجوسيتك سيل جايه منين؟ من المونوسايت بتاعت البلاد. المونوسايت احنا عرفنا لما خدنا البلاد ان هي لارج سيل لها اكسنتريك كدني شيب نيوكليس، مش كده؟ فهي لها اكسنتريك كدني شيب نيوكليس، وكمان هي في الاخر بتتحول الى ماكروفاج الفاجوسيتك. اي فاجوسيتك سيل تروح الريجولار ان شيب علشان لها سودوبوديا خلاص، ومن جواها فيها اكسنتريك كدني شيب نيوكليس لانها بجامل المونوسايت تبقى زيها، ومليانه اورجانيل مين؟ اللايسوزوم. الاورجانيل دول كلهم هم دولت اللايسوزوم، الحاجات المفرغه اللي جواها دولت هم دولت اللايسوزوم اللي مالي السيتوبلازم بتاعك. اي فاجوسيتك سيل خلاص ادي الماكروفاج بالدي بعد كده عندنا خلايا ثانيه من الكونكتيف تيشو سيلز برضو قلنا هي البلازما سيل. مين الخليه اللي لها كارتويل ابيرنس؟ البلازما سيل. البلازما سيل مشهوره بالهي ما تتسبق ان لها كارتويل ابيرنس اليوكلس بتاعتها، وقلت لك فيها لارج بولجي ابريتس بيبان باللايت مايكروسكوب نيجاتيف ايمج. اجي بقى اشوف الكلام ده بالاي ام الاقيها خليه بتصنع الانتي بوديز. الانتي بوديز يعني بروتين، يعني هي بروتين سكريتنج سيل مليانه بالاورجانيل بتاعت البروتين سكريشن، ولها كارتويل نيوكليس اهي شكلها، وادي كمان شكلها، وادي الاورجانيل بتاعت البروتين، وادي كمان بقى الكلاسيكال بتاعتنا الكارتويل نيوكليس ومعاها الاورجانيل بتاعت البروتين سكريشن. من ديت الاي ام بيكتشر اوف بلازما سيلز. اقول لك مين دي؟ تقول لي اي ام اوف بلازما سيلز؟ ما اقولكش كده، اقول لك الخليه اللي انت شايفها ديت وظيفتها مين؟ بروتين سكريشن بتصنع الانتي بوديز. ادي كمان سؤال، يبقى السؤال مره مين؟ ماشي. مره ثانيه وظيفتها ايه؟ ماشي. طب نقول حاجه كمان سؤال؟ نقول جايه منين؟ من اكتيفيتد بي ولا تي ولا جايه من الكروسايت ولا مين؟ اكتيفيتد بي لينفوسايت. مش دي كل ده اللي ممكن يتسال عليها؟ بعد كده اخذنا بقى انواع الكونكتيف تيشو. السؤال انا ما اعرفش الناس جاوبته ولا لا، قلت لك ايه؟ جبت لك حبه حاجات كارتج وبون وتندون وليجامنت، قلت لك مين من دول كونكتيف تيشو بروبر؟ مش كده؟ كونكتيف تيشو قسمناه للكونكتيف تيشو بروبر وموديفايد تايب. الموديفايد تايب هم الكارتج والبون والبلاد. اي حاجه ثانيه هقولها كونكتيف تيشو بروبر خلاص. الكونكتيف تيشو بروبر قلت لك حسب الكومبوننت المين دوميننت ستراكشر، مين اكتر حاجه موجوده فيه هيطلع الاسم بتاعه. اللي لوس ايرولار كونكتيف تيشو يعني الحاجات بتاعته لوس ارينجنج بعيده عن بعضها، يبقى في ايه؟ اباندنت جراوند سابستنس، في كل انواع الفايبرز، في كل انواع السيلز، وهايلي فاسكولارايز. ده هو الموست كومن تايب اوف كونكتيف تيشو بروبر، دايما موجود تحت الابسيليا عشان هو هايلي فاسكولارايز فبيدي النيوتريشن. مين ده؟ لوس ايرولار كونكتيف تيشو. وادي واحدة وادي كمان وادي كمان، كل دول لوس ايرولار كونكتيف تيشو. النوع الثاني من الكونكتيف تيشو الاستيك. الاستيك ده يعني مين؟ يعني الاستيك فايبر هي الاكثر موجودة في اللارج بلاد فيسل. لما خدنا لوس ايرولار كونكتيف تيشو لو شاورت لك ده مين ده؟ لوس ايرولار كونكتيف تيشو ماشي؟ طب اشاور على الحاجات الحمراء الخطوط التخينة دي
ماشي من كفايه ماشي. لكن انا لما بلاقيها هنا في اللارج بلاد فيسل بلاقيها عامله ايه؟ عامله كورجيتد اند فينستريتد ممبرينز. يبقى الاستك فايبر النورم بتاعتها في الكونكتيف تيشو ان هي تبقى سيل برانشنج فايبر ماشي. لكن في اللارج بلاد فيسل بلاقيها ايه؟ عامله ايه؟ عامله كورجيتد اند فينستريتد ممبرينز. الاستك فايبر بتتسبب بالاتش اند اي، لكن لقينا فيه نوعين تانيين من الصبغات بيبينوها احسن واحسن. واحده اسمها اوزميك اسيد، واحده اسمها الاورسين في بي جي، واحده اسمها الاورسين ستيل. الاورسين اهو بريك ريد ان كلر، والفي بي جي دارك فايلوت او بلاك ان كلر. بصوا بقى ده كولاجين فايبر دنس، غلط الاجابه، دنس ريجولار كونكتيف تيشو، لان انا عندي دنس ريجولار كمان. فاللي ماشيه البندل بتاعتنا الكولاجين تايب واحد ان بندل والبندل ريجولار يبقى ده دنس ريجولار. نقوله دنس ريجولار ماشي، نقوله تندون ماشي، نقوله وايت فايبرس كونكتيف تيشو ماشي. كل دول نفس الحاجه، هي عباره عن بندل اوف كولاجين فايبر تايب 1، وبينها وبين بعضها شايفين فلاتند نيوكلياي بتاعت الفايبروبلاست. ايوه ده كده التندون، الليجامنت، وايت فايبرس كونكتيف تيشو، دنس ريجولار كونكتيف تيشو ماشي، ريتيكولار كونكتيف تيشو اللي اكتر حاجه فيه ريتيكولار فايبر اللي ما بتتسبخش غير بالسيلفر ستين، هي تايب 3 كولاجين فايبر اللي موجودة في الهايلي سيلر اورجان عشان تعمل سبورت للسيل. اهي ريتيكولار فايبر عاملة نتورك عشان تعمل سبورت للسيل. مين الهايلي سيلر المشهورين؟ الليفر او الواحد والليمف نود والبول مارو. وادي كمان صورة من الريتيكولار فايبر اللي مسبوغة بالسيلفر ستيل. خلاص؟ الفات سيلز اللي انا شفتها وانا بسبق بالاتش ال دي وبنت فراغ علشان الفات ده، انا ممكن اسبغ الفات ده ويبان ازاي؟ بالاوزميك اسيد. الاوزميك اسيد ده لونه اسود، يقدر يصبغ الفات اللي جوه الخليه ويبينها بالمنظر ده. طب الخليه اللي قدامي دي فيها سنجل جلوبيول ولا مالتيبل سمول جلوبيول؟ فيها سنجل جلوبيول. كل واحده من دول خليه، يعني دي كده خليه ودي كمان خليه جنبها، فدي الخلية فيها سنجل لارج جلوبيول. هي يوني لوكيولار فات سيل، هي يلو او وايت فات سيل. خلاص. النيكويد كونكتيف تيشو، امبريونيك كونكتيف تيشو، هو الامبلايكال كورد ماشي. كبرت الصوره شويه عشان اقول لك ايه الكومبوننت بتاعت النيكويد. قلت لك اباندنت جراوند سابستنس، فيها تايب 2 كولاجين فايبر اللي له نفس الريفراكشن زي الجراوند سبستنس، فما بيبانش، يبقى موجود بس نوت ابارنت. خلاص؟ جبت سيره ان فيها ريتيكولار فايبر، اهو ده السؤال كان في كده، قلنا اول اوف ذيس بريزنت او كومبوننت للميكويد اكسبت، وكانت اول واحده ريتيكولار فايبر. هي فيها ريتيكولار؟ لا، فيها تايب 2 كولاجين فايبر، فيها undifferentiated cell وفيها fibroblast وabundant ground substance. اهي فين مكانه؟ في الامبريكال كورد، في الفيتريس اوف ذا ماشي. دي صوره، وشوف الصوره دي وهجيبها تاني بقى الاثنين جنب بعض. ادي اليوني لوكيولار فات وادي المالتي لوكيولار. البراون فات، البراون فات حواليه بلاد فيسل كتيره ماشي، جواه بيجمنت وميتوكوندريا ومليان سمول ليبيد دروبلت. فالنيوكلس بتاعت الخليه في النص ما قدرتش ان الليبيد دي تزقها، لكن اليوني لوكيولار فات سيل فيها سنجل لارج جلوبيول اوف فات، سقت لك النيوكلس بقت على البريفري. خلاص، يبقى ده اليوني لوكيولار وده المالتي لوكيولار اللي احنا سميناه براون فات. ادي التندون تاني، الدنس ريجولار وادي الدنس الريجلر. الدنس الريجلر مكانه فين؟ في الكبسول بتاعت الاورجن
والدين في الدين ثلاث هورسز كام؟ برافو عليك. انا عايزه اعرف بقى انتوا جبتوا درجات ايه بقى عشان تبقى كده لو ما كنتوش مع فلان تبقى ازعل. 18 جبت كام؟ 18 ونص. برافو عليك. وانت؟ لا جبت كام؟ لا مش كتير مش كتير. كام يعني؟ 14. لا انت جبت اكتر والله. طب ليه كده؟ اول ادي التندون بتاع المصل الدنس ريجولار كونكتيف تيشو اللي في الاستريتد كورجيتد ممبرين الاستيك كونكتيف تيشو اللي براون ان كلر وعامله نتورك ريتيكولار كونكتيف تيشو وادي الميكويد كونكتيف تيشو اهو. ها مين دي؟ دي ماست سيل وهي مدبوخه بالتروفين بلو وعامله ميتا كروماسيا. ادي الماست سيل بالاتش ان دي وادي الفات سيل اليونيلوكيلر بالاتش ان دي وادي الكوزميك اسيد ادي الماكروفاج بالفايتال ستين وادي البلازما سيل وادي اللو سيلر. راجع معايا عايز اسمع كده الاسامي اللو سيلر الاستيك بالاتش ان دي الاستيك بالبي بي جي وادي الاستيك بالاوسي. الدنس ريجلر كونكتيف تيشو التندر الوايت فايبرس كونكتيف تيشو نفس الاسم نفس الحاجه ريتيكولر وادي الميكويد كونكتيف تيشو. كده خلاص رجعنا. يلا نقول بقى الجديده البلاد مش هاخد مننا خمس دقائق. احنا قلنا البلاد عباره عن موديفايد تايب اوف كونكتيف تيشو الماتريكس بتاعه والجراوند سبستنس بتاعت فلويد ان نيتشر هي البلازما بتاعت البلاد. البلازما 55% من البلاد فوليوم وال 45% هم الفورمال بلاد اليمنت او البلاد سيلز. البلازما مليانه ايه؟ 90% منها ميه ووتر وال 10% اللي فاضلين اورجانيك البلازما بروتين وان اورجانيك سبستنس المينرال والحاجات التانيه اللي دايبه في البلازما. لما احب اقيس اي حاجه في البلازما بعمل بايو كيميكال تيست اقيس الهرمون اقيس المينرال اقيس الحاجات اللي موجوده فيها. لكن لما احب اشوف البلاد سيلز قلت لك بعمل البلاد فيلم. البلاد فيلم باخد دروب من البلاد افردها على سلايد بسلايد تاني عشان ما اكسرش السيلز وبعدين انشفها واصبخها. اصبخها بالاتش ان دي ولا اصبخها بالجمزه ولا اصبخها بالليشمان ولا اصبخها بالجمزه وباللشمان او رايت ستان. الثلاثه دول عباره عن ميكشر اوف ستان لها البرسنت بتاعتها نسب مختلفه. هما مين؟ ايوزين ومسايلين بلو وازون. الثلاثه دول اعمل لهم ميكشر بطريقه ما بكذا طريقه يطلع لي مين؟ جمزه او ليشمان او رايت ستان. صبغت البلاد فين؟ اشوف السيلز. مين السيلز اللي موجوده؟ اول نوع الريد بلاد سيلز هي الموست نيومرس وان هي اللي موجوده في اي بلاد فيلم بتعمله هتلاقي الباك جراوند مين؟ ار بي سي لانها بالملايين ده من 5 لـ5.5 مليون بير كيوبيك مليليتر. ماشي؟ الار بي سيز لما احب اوصفها اقول هي ايه؟ باي كونكيف ان شيب عباره عن باي كونكيف ان شيب 7.5 مايكرون التوتال كاونت بتاعتها لها توتال كاونت من 5 لـ5.5 مليون بير كيوبيك مليليتر. هي عباره عن باج فيلد هيموجلوبين ما فيهاش ولا نيوكليس ولا اورجانيل غير اسكانتي ميتوكوندريا عشان تديها شويه انرجي. خلاص؟ بما انها هي عباره عن باج فيلد هيموجلوبين قلنا احسن اقول ريد بلاد كورباسل. الناس قالت ده مش ترو سيلز لكن هي ترو. هي كان فيها نيوكليس لكن طلعتها علشان تعمل الفانكشن بتاعتها. هي الفانكشن بتاعتها ايه؟ قلنا كاليوم اكسجين وكربون دايكسيد. فجابت الحاجه اللي بتقدر تشيلها. مين هي؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين كونسنتريتد على البريفت. بص كده تلاقي النص فاتح والحرف هو اللي غامق ايه؟ اشمعنى؟ علشان الهيموجلوبين كونسنتريتد على البريفري عشان يسهل الاكسشينج اوف جازز. طب بص كمان دخل الجاز ده نلاقي كربونيك انهيدريز عشان يعمل ديسوشيشن وقت ما العضو يطلعه. نلاقي الار بي سيز اللي 7.5 مايكرون بتعدي في كابيلاري 3 مايكرون. تعمل فليكسبيليتي ازاي؟ قلنا في السيتوسكيلتون اللي موجود
تحت السيمبرين، وقلنا لها ويل ديفلوب نين سيل كود جلايكوكاليكس عشان اعمل بيه ايه؟ اعمل بلاد جروبنج واعرف البلاد جروبنج عن طريقه. مش كل دول؟ كل دول ايه؟ الادابتيشن اوف ار بي سيز للفانكشن. الار بي سيز بتعيش في البلاد، اللايف سبان بتعيشها قد ايه؟ 28 يوم. بعدها بيحصل لها ابنورماليتي في الممبرين فيحصل لها ديستراكشن ويحصل لها فاجوسايتوزس بالماكروفاج اللي موجوده في الليفر وفي الاسبرين. بس كده. الخليه اللي بعد كده بص بقى كده الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز ليها توتال كاونت من 4 ل 11,000 بير كيوبيك مليمتر. لكن الوايت بلاد سيلز ليها كمان سب تايبس، كل واحده منهم لها ديفرنشال كاونت. الديفرنشال كاونت عباره عن ايه؟ ادي كمان سؤال. البرسنتج بتاع الاتش تايب من الوايت بلاد سيلز بالنسبه للوايت بلاد سيلز. قلنا قسمناهم لتو جروب، جروب كلهم كل انواع الوايت بلاد سيلز راوندد ان شيب، كلهم فيهم نيوكليس وبيتقسموا لمجموعتين، مجموعه السيتوبلازما فيها جرانيولز ومجموعه السيتوبلازما ما فيهوش. اللي فيهم جرانيولز، الجرانيولز يا ترى هتتسبب ازاي؟ نيوترال جرانيولز يبقى نيوتروفيلز، اسيدوفيلك جرانيولز ايزينوفيلز، بيزوفيلك جرانيولز يبقى بيزوفيلز. اول واحده بص اوصفها راوندد ان شيب، لها مين؟ لها لوكوليت نيوكليس، ده هي البوليمورف نيوكليير ريكوسايت. فيها في السيتوبلازم نيوترال جرانيولز فهي نيوتروفيلز، هي اللي الديفرنشال كاونت بتاعتها من 60 ل 70%، هي الموست نيوكلس 1. ماشي؟ السيلز دي كمان اقدر عن طريقها اعرف السكس ازاي؟ قلت لك لو لقيت الحته اللي طالعه دي البار ودي الكوندنسد اكس كروموزوم، ده الاكتف اكس كروموزوم، بيقول دي في ميل بلاد فيلم. خلاص؟ النيتروفيلز هي الفيرست لاين اوف ديفنس، هي الخليه اللي بتزيد في الاكيوت ولا الكرونيك انفلاميشن؟ في الاكيوت. قلنا اكزامبل لو بدل ما اقول لك اكيوت اقول لك واحد عنده تونسيلايتس او واحد عنده ابنكسايتس لوز او زايد، صح؟ الخليه الثانيه راوندد ان شيب لها لوبيوليتد بار لوبت سي شيب نيوكليس، والسيتوبلازم بتاعتها فيها اسيد وفينيك جرانيولز يبقى هي الايزينوفيلز. لو حطيتها كده ادي النيوتروفيلز وادي الار بي سيز وادي الايزينوفيلز. الار بي سيز 7.5 مايكرو، النيوتروفيلز من 10 ل 12 هي اكبر شويه من 12 ل 15 مايكرو. هي بتاعت الالرجيك كونديشن والبارازيتك انفكشن، الحاجتين دول يزودوها. خلاص؟ شوف بقى اللي بعدها، ادي كمان الايزينوفيلز فيها باي روب سي شيب نيوكليس واسيدوفيلك جرانيولز. بص بقى لدي صغرت 10 مايكرو، الديفرنشال كاونت من نص لواحد في المية، هي الخليه اللي لوبيوليتد. يبقى لوبيوليشن اوف ذا نيوكليس از كاركترستيك لمين؟ للبوليمورف نيوكليير، للنيوتروفيلز يعني، وللايزينوفيلز وللبيزوفيلز. الثلاثه فيهم لوبيوليتد نيوكليس، لكن النيوتروفيلز اللوبيولز بتوصل ل8، عشان كده قلنا بوليمورف نيوكليير ليكوسايت. خلاص؟ لكن الاثنين التانيين برضه لوبيوليتد نيوكليس، واحده باي لوب سي شيب وواحده باي لوب اس شيب. بس ما نقولوش ما ننسوش حاجه، نقول النيوكليس اوبسكيورد، اوبسكيورد دي من النيوكليس بتاعتها اوبسكيورد باي لارج بيزوفيلك جرانيولز، هي البيزوفيلز فيها لارج بيزوفيلك جرانيولز اوبسكيورنج نيوكليس، هي اللي الديفرنشال كاونت من نص لواحد في المية، هي اللي فيها جرانيولز فيها هيستامين وهيبرين. فرحنا قايلين ده هي ايه؟ الماست سيل اوف ذا بلاد، صح؟ هي اللي بتزيد امتى؟ هي اللي بتقل امتى؟ ما بتقلش، لكن بتزيد امتى؟ في الالرجيك كونديشن، في الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن.
الاثنين التانيين الاجرانجلر ليمفوسايت، واحده اللارجست بلاد سيل اللي بيوصل السايز بتاعتها 20 مايكرو، 20 مايكرو مونوسايت. المونوسايت ده اكسنتريك كيدني شيب نيوكليس وما فيهاش سبيسيفيك جرانيولز في السيتوبلازم، لكن فيها ازيروفينيك جرانيولز اللي هم لايسوزومال جرانيولز، هي اللي بتتحول الى الماكروفاج. لها ايه؟ لها فاجوسيتك فانكشن. ده الماكروفاج في الاخر هتبقى ماكروفاج، يبقى وظيفتها فاجوسايتوزس، هي اللي بتزيد في الملاريا، في الملاريا خلاص، والسيفير فايرال انفكشن بتزيد فيها خلاص، الانفلونزا والشيكنجونيا. الليمفوسايت هي السنس بتاعت الاميون سيستم، في منها سمول وميديم سايز ولارج. السمول هي اللي ماشيه في السيركوليشن، وهي لو بصيت لها وقلت الار بي سيز جنبها 7.5 هي من 9 ل 11 مايكرو. فيها لارج نيوكليس فيلينج ماليه السيتوبلازم كله، سايبه لك سمول ريب سيتوبلازم. واحده من الاجرانولار ليمفوسايت، في منها بي ليمفوسايت بتطلع ماتيور من البون مارو، وتي ليمفوسايت بيحصل لها الماتيوريشن في الساينس. وفي واحده ولدي بس تبعهم ناتشرال كيلر سيل اللي بتشتغل نون سبيسيفيكال. لكن البي ليمفوسايت بتاعت الهيمورال اميون ريسبونس هي لما تبقى ستيميوليتد تتحول الى بلازما سيل اللي بتدي الانتي بوديز، فهي بتطلع انتيجين انتي بودي رياكشن، فهي بتاعت الهيمورال اميون ريسبونس. لكن التي ليمفوسايت اكتيفيشن تتحول الى تي سايتوتوكسيك، فهي بتاعت السيل ميديتد اميون ريسبونس. خلاص ادي الليمفوسايت والمونوسايت النون جرانولار ليمفوسايت. اخر حاجه قلناها هي البليتلتس. البليتلتس دي نوت، دي بقى اللي بنقول عليها خلية نوت ترو سيل، دي فراجمنت. هي فراجمنت ولا ديفيجن ولا رابشر للميجا كاريوسايت؟ فراجمنتيشن للبروسيس بتاعت الميجا كاريوسايت. الميجا كاريوسايت دي المنظر السيل بتاعتها اللي قاعده في البون مارو، ما بتطلعش منه لانها كبيره 150 مايكرو، لكن قاعده جنب السينوسايد بتدخل صوابعها البروسيس بتاعتها اللي بيحصل لها فراجمنتيشن وتبقى البليتلتس. عايز ابص على البليتلتس والار بي سيز، وقلت لك قول حاجه وعكسها. الار بي سيز 7.5 البليتلتس 3. الار بي سيز باي كونكيف البليتلتس باي كونفكس. الار بي سيز من نص فاتح والحرف غامق، لكن البليتلتس العكس، النص هو اللي غامق جرانيول ومير والحرف بتاعها فاتح عيال ومير خلاص. الار بي سيز وظيفتها كاري اوكسجين وكربون دايوكسيد وتعيش في البلاد 120 يوم، لكن البليتلتس ديت في الجرانيولومير فيها جرانيولز فيها الكواجيليشن فاكتور، عندها ثلاثه جرانيولز الفا ودلتا ولامدا جرانيولز. مين من دولت هي النص نيوموس جرانيولز واللي فيها الكواجيليشن فاكتور؟ الالفا جرانيولز هي اللي فيها، هي النص نيوموس وهي اللي فيها الكواجيليشن فاكتور خلاص، وموجوده في الجرانيولومير. بتطلع السكريشن منها لبره ازاي؟ عن طريق ايه؟ الجرانيولز دي فيها سكريشن اللي هو الكواجيليشن فاكتور، بتطلع من الجرانيولوميرز وتطلع بره ازاي؟ عن طريق ايه؟ حاجتين، يا اما من اكزوسايتوزس او عن طريق اوبن كاناليكولار سيستم. لكن احنا ما ننسوش ان في كمان حاجه اسمها دنس كاناليكولار سيستم، اللي هم بيعملوا دول عباره عن ايه الدنس كاناليكولار؟ الاوبن كاناليكولار دي حاجات بتطلع فيها السكريشن اللي هي الكاركليشن فاكتور، وبتطلع كمان بالاكزوسايتوز. لكن الدنس كاناليكولار سيستم دول عباره عن ريمننت من الاندوبلازميك ريتيكولم بتاع المذر سيل اللي هي الميجا كاريوسايت. يلا بقى تقولوا حاجه كمان، العيال